وقائع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة ريما حمدان. على العتم ريما، ما في كهرباء يبدو مثل كل البلد. ريما، تفاصيل هذه الجلسة السابعة معك، أو جلسة نهار الغد الخميس، اليوم كان جلسة اللجان المشتركة، المواقف الكتل وأبرز ما صرح به النواب اليوم. نعم رامز، يعني للأسف على العتم وهو كمحال البلد، إذا الجمود يسيطر على الملف الرئاسي، يمكن القول الجمود يسيطر على الملف الرئاسي، والتحرك الوحيد أو المتغير الوحيد هو من باب ما يسعى إليه النائب ميشيل معوض بتجميع وبرفع عدد الأصوات أو عدد النواب الذين سوف يصوتون له في جلسة الغد، الجلسة السابعة لانتخاب رئيسا للجمهورية، ولكن الأكيد أنها لن تكون جلسة انتخابية جادة. النائب ميشيل معوض يسعى لأن يبلغ رقم 50 نائب يصوتون له، ولكن والرغم يعني هذا هو الحد الأقصى بحسب المعطيات، وهو يحاول التركيز واستقطاب نواب قوى التغيير وبعض المستقلين، وهذا ما حصل فعلا. فإن النائب وضاح الصادق قال للجديد أنه سيصوت لميشيل معوض طالما أن هناك ليس هناك إجماع بين نواب قوى التغيير، واعتبر أن طرح اسم الدكتور عصام خليفي هو مجرد لتمرير الوقت. النائب وضح الصادق يكون بذلك قد انضم إلى قافلة النواب الذين يصوتون من نواب التغيير، كالنائب نجاة صليبة التي سوف تكون متغيبة غدا بداعي السفر، ولكن النائب مارك ضو حزب تقدم سوف يصوت أيضا لمعوض، كذلك النائب رامي فنج، بالإضافة إلى بعض المستقبل كبلال الحشيمة، وأيضا إيهاب مطر نائب طرابلس أيضا صوته يصب في خانة ميشيل معوض. أما بالنسبة إلى الجمود في هذا الملف، هو يعني التكتلات التي هي تصوت لميشيل معوض كالتقدم الاشتراكي، القوات اللبنانية، الكتائب وحزب التجدد هي على موقفها. أما بالنسبة إلى التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، فالورقة البيضاء، فهم مستمرون بالورقة البيضاء ريثما يتم الاتفاق أو يكون هناك خيار آخر. وهذا ما قالته مصادر التيار الوطني الحر للجديد، وهي قالت أن بهذا الإطار لا جديد في الجلسة السابعة، لطالما الأسماء هي نفسها والدائرة الأسماء تراوح مكانها، لا أسماء جديدة، بالتالي لا خيارات جديدة. ولدى سؤالنا حول نتيجة التواصل واللقاء الذي حصل بين النائب جبران باسيل ورئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت المصادر أنه اللقاء أو المشاورات مجمدة، لأن الثنائي الشيعي هو مصر ولا يريد الحديث إلا عن ترشح ترشح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. هذا ما قالته مصادر التيار الوطني الحر. ولكن المشهد الضبابي ومشهد الجمود في الجلسة الرئاسية عكسه مشهد آخر من الحركة على مستوى اللجان النيابية التي تقدم قوانين. وبهذا الإطار كان هناك لافتا، لجنة المال والموازنة، اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، هي كانت قد قدمت يعني أمامها 4 اقتراحات لإنشاء صندوق سيادي، لقانون إنشاء صندوق سيادي معني بعائدات النفط. وفي هذا الإطار قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنهم أحرزوا تقدما على أن يتم استكمال حوكمة صندوق السيادي في الأسبوع المقبل. أيضا في المجلس كان هناك لجنة الاتصالات التي أيضا تحدثت عن المسار الطويل لمساءلة وزراء الاتصالات بالملف المحال من قبل يعني ديوان المحاسبة وأيضا من إلى القضاء، وهي سوف تستكمل هذا المسار. وأيضا كان هناك في المجلس لجنة الاقتصاد. إذا رامز، نستمع إلى أبرز ما قاله النواب. لا تفوتوا الفرصة، أعطوا الفرصة لميشيل معوض كي يصل إلى 65 إلى 69 وبعدها نتحاور. عم بحكي هذا الكلام لسبب. طيب إذا بقينا على هذا المنوال ماذا نقول؟ نقول أنه نحن عاجزون ونحن وصلنا لطريق مسدود، وبالتالي وكأنكم عم تنتظروا الفريق الآخر أن يأتي بمرشح وتصبحوا تعطيليين، أو
عم ننتظر الكلمة من الخارج. إذا منتظرين الكلمة من الخارج نحن ما بدنا ننتظر كلمة من الخارج. فين وين كرامة المجلس وين كرامة الشخصية للنواب؟ بده يكون في نصاب، وهذا اللي عم نعمله نحن كقوة لبنانية. عنا مرشح اسمه ميشيل معوض وعم نأمن النصاب. الشغلة الثالثة للنجاح بالانتخابات النيابية الرئاسية هي القدرة على تجميع أصوات لهذا المرشح، وهذا اللي عم نعمله. ما بقول لك إنه العملية سهلة، إن كان مع زملائنا التغييريين، إن كان مع زملائنا من كتلة التجدد أو غيرهم، العملية مش سهلة، بس ما عنا وسيلة تانية إلا التواصل والتحاور والإقناع وصولا للأكترية اللازمة. سقافتك الديمقراطية بخطر على يد ناس عم بيعطلوا الانتخابات، تحديدا حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. هيدي الجلسة السابعة والسيناريو نفسه رح يتكرر، وطالما أنتم كماشين بمشال المعوض. لا، لا مش طالما نحن مكماشين مشال المعوض، طالما الفريق الآخر متشبث أنه مجبورين نوقف على خاطره بالانتخابات. أبدا. أطلق مبادرته دولة الرئيس نبيه بري للحوار للوصول إلى التوافق، لكن للأسف هنالك من عطل هذا الحوار ورفض المشاركة فيه ويتحمل المسؤولية، لأن الكل على قناعة أنه دون التوافق لن نصل إلى رئاسة جمهورية. ونحن عم نشوف أنه الورقة البيضاء هي تعبير وحق، وهي التي من الممكن أن تسمح بالوصول إلى نقاش وحوار وطني للوصول إلى تفاهم وتوافق حول رئيس توافقي بمواصفات الجامعة. المشهد مماثل راح يكون فيه ميشيل معوض، عنده بين 40 والخمسين، 45 46. صوت له ميشيل معوض. ايه طبيعي، برجع بذكر انا سنتين الحلف مع ميشيل معوض، وبعدين صرحت بعد ما انتخبت انه انا واحد من الثلاثه اللي هن حلفائي كانوا هن المرشحين عندي، بس انا بخضع لاجماع التكتل. وقت التكتل ما بقى عنده اجماع، وقت ما عاد مشي بالمبادره وخرجت رجعت على الخيار الاول. اليوم بتعرفوا إذا في جدية رئيس إذا الطرف الآخر طرح رئيس، بصير في مرشحين أساسيين ومن هنيك بنروح. وأنا بوافق على كل اللي عم بيقولوا قلناها بمبادرتنا بالسابق أنه نحن مجبرين نروح على رئيس توافقي، ولكن يملك الشروط اللي لازم تنهض بالبلد. فبالتالي طالما كل كلامنا ما راح يوصل لمحل، طالما الطرف الآخر ما عنده رئيس والطرف الآخر محكوم بجبران بسيط، هنيك العقدة في القوة بتنحل مشكلة الرئاسة. تقدمنا بشكل كتير ملحوظ اليوم، تما أقول كبير. مواد التعريفات أنجزناها، نطاق القانون أنجزناه، أهداف القانون أنجزناها، تكوين الصندوق، أهداف الصندوق، تكوين الصندوق كذلك الأمر، المحافظ يلي حكينا عنها هلأ كمان تم الاتفاق عليها، دخلنا بالقواعد المالية للسحب والإيداع، وبقينا موضوع الحوكمة يلي هو عمليا النقطة الوحيدة يلي بحاجة لتطوير وبحاجة لنقاش بعد أكثر حول مرجعيته السلطة الوصاية أو إلى آخره اللي ممكن تكون عليه، مع العلم أنه في اقتراحات بجعله مستقل بشكل كامل.